الأخت أم أحمد الشيخ من السعودية تحدثت عن قطيعة الرحم علاقتها مع أولاد أخيها يا شيخ، تقول بأنهم قطعوها وأساءوا لها، بل تجاوز الأمر إلى ضربها يا شيخ وإهانتها، وهي من شاركت في تربيتهم يا شيخ، ما توجيهكم لها ولهم حفظكم الله؟ هذه مشكلة، وهي وجود أنواع من الإساءة في صلة الأرحام، وقد تكون لها أسباب من إساءة سابقة أو تقصير، وقد يكون لا سبب لها، بل هي ناتجة عن سوء خلق وإنكار للمعروف والجميل. وفي كل الأحوال يجب مراعاة حق الله تعالى في الأرحام. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقصروا فيما يجب في حقها. فاتقاء الأرحام بامتثال أمر الله تعالى فيها. ومن الإساءة من أوجه الخروج عن التقوى فيما يتعلق بالرحم قطعها وعدم صلتها، ومن ذلك وهو أعظم الإساءة وإيصال الشر، فإن هذا القطع وزيادة. فإذا كان القطع سبب للعقوبة لا يدخل جنة قاطع رحم كما جاء في الصحيح، فكيف بمن يسيء ويوصل الشر إلى رحمه؟ لا شك أن ذلك أعظم وزرا وأكبر خطرا من القاطع، وهو من كبائر الذنوب. ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر الإساءة إلى أرحامه وإلى ذوي قراباته، بل يجب عليه أن يقابلهم بالإحسان وأن يصبر عليهم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأبرهم وأحسن إليهم ويؤذون. هكذا ذكر مقابلة للإحسان بالإساءة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول، يعني إن كان الأمر كما تصف من أنك تحسن ويقابلون إحسانك بالإساءة، فلا يزال معك من الله ظهير عليهم. وهذا يدل على أنه معان، وأنه منصور، وأنه غالب، وهذا في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحذر الإساءة إلى أقاربه، وأن يقابل إساءتهم بالإحسان، فإن ذلك من أسباب الإعانة والتوفيق والتسديد. وقد قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ليس في إطفاء العداوات أعظم من الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان أحسن. أحسن الله إليكم.